واش قاعد نشوف واش لا غادي ندير لها شي كتال شي هكا غطلا كدا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون آمنت بالله صدق الله العظيم لا إله إلا الله والحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته وجميع من والاه يا ربي يلي جمعتنا في هالليلة على طاعتك جمعنا هكذا مع حبيبنا رسول الله في الجنة يا ربي شوف فينا واحد شوف اللي عمره ما سخط علينا يا ربي ارحمنا بمرحوم فينا يا ربي هب المسيئين منا للمحسنين الله يرحم والدينا والديك له لا يعذب شي واحد من أمة حبيبنا رسول الله اللهم لا تميت مسلما حتى تتوب عليه الله يشفي مرض المسلمين الله يفرج كرب المكروبين الله يقضي حوائج المحتاجين اللهم يا مغيث أغثنا اللهم يا مغيث أغثنا اللهم لا إله لنا سواك ندعو ولا رب لنا سواك نرجو اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا هذا الدار الله يعمرها بالخير كما عمرت بك بصلاة على رسول الله اللهم اجعلها بيت خير وبركة اجعلها من البيوت التي تتلى فيها الآيات وخرج منها الصالحين والصالحات صلى الله تعالى سبحانه عز وجل يجعلها من البيوت التي يفشى فيها السلام ويطعم فيها الطعام وتوصل فيها الأرحام ويلان فيها الكلام ويتابع فيها الصيام ويقام فيها بالليل والناس نيام حتى يدخل أهل هذا البيت ونحن مع الجنة بسلام إبراهيم اللهم بارك في إيماني وديني وصحته وبارك له في الوالدين وبارك له في الوليدات وبارك له في حركاته في سكناته في تجارته طلب الله تعالى هالبنية الله شفيها يا سيد ربي يا مولانا قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فأسأل الله تعالى يعجل بشفائها بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير وانت بالإجابة جدير انت نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على البشير النذير والحمد لله رب العالمين كنت أستمع إلى قراءة السي بشير إن شاء الله تعالى من سورة الأحزاب وتوقف عند نهاية الحزب وهو يتحدث عن القدوة بالنسبة للنساء وقدوة النساء في أمة رسول الله هم أمهات المؤمنين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فختم هذه إن شاء الله الآيات بقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. هذا إن شاء الله أصل من الأصول المعتمدة في مسألة الثواب والعقاب. ولذلك سأستشف إن شاء الله من هذه الآية موضوع تحت عنوان: كيف يمكن أن تتحول الصغيرة إلى كبيرة؟ الصغيرة إلى كبيرة. وقبل ذلك أحدثكم وأقول بإذن الله إن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم ضعفنا، وهو الذي يعلم أن هنالك العديد ممن يريد أن يستزلنا في طريقنا إلى الله. فهنالك إن شاء الله هذه النفس الأمارة التي بين جنبيك، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس اسمه الدير، إنها أمارة وستعامل يا حمد أمارة بالسوء أمارة بالسوء وليس آمرة، صيغة المبالغة، فهي تأمرك بالسوء دائما. والثاني شكون داخل؟ شيطان يضلك. وقال الله فيه وفي كيفية التعامل مع الإنسان في سورة الأعراف قال مصدر: لآتينهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يوقفك في الطريق، ولآتينهم من بين أيديهم زين ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمالهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ما معنى لآتينهم من بين أيديهم زين؟ ما معنى لآتينهم من بين أيديهم؟ قول زيد ما معنى آتيهم من أيديهم؟ يقول له دائما إن شاء الله تعالى في المستقبل من بعد غادي تتوب من بعد. التسويف هو لجام الشيطان يقود به الناس إلى الهلاك، غادي نتوب غادي ندير غادي ندير هكذا بين أيديهم أي في المستقبل. ومن خلفهم من خلفهم أي أنك أذنبت زيد في الأيام السالفة، فماذا يفعل؟ يعظمها في نفسك حتى يدخلك إلى اليأس من رحمة الله. أوه أنت ما فيك خير ودرت ودرت ودرت. ولذلك ده الشباب دائما كيسقسوني أصابهم الوسواس، فنقلهم من مجرد المعصية التي تدخل في إطار العفو الإلهي إلى مسألة الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن لا يأس من رحمة ربي. فين تمشي؟ فين تمشي؟ ويأتيك من بين يديك، ما معنى بينك؟ بينك واسمه عن يمينك، ما معنى عن يمينك؟ يعني الحسنات. فيأتيك إلى فعل الحسنة فيقول فيقول هو هكذا يقول له: لقد فعلت وفعلت وفعلت، فيعظم الحسنة التي اقترفتها حتى تصاب بالعجب، وإذا أصبت بالعجب حبط عملك. تكبر أنا بالعمل يعني. وعن شمالك من قضية السيئات فيقول لك يا وزير: معليش رحمة ربي واسعة واسودت كاع أنت. فيصغر السيئة بإذن الله في عينك، فهو يأتيك من أربعة جوانب. أما في المستقبل بين يديك فبالتسويف يقودك إلى الهلاك، وفي الماضي يعظم الذنب في قلبك حتى تيأس، وعن اليمين يضخم الحسنة التي تفعلها حتى تصاب بالغرور والعجب فيحبط عملك، وعن الشمال يصغر السيئة حتى تتهجم على السيئات. هكذا دائما. ولا كان غير هذول كان غير هذول الأديان زيد. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن بين خمس شدائد: نفس تنازعك، وشيطان يضرك زيد، ومؤمن يحسدك. مؤمن لكن يحسدك من شر حاسد إذا حسد زيد، ومنافق يبغضك راه معك يصلي لكن يحصي عليك أنفاسك ويتبع أثر خطواتك لكي ينقلها إلى عدوك، وهم الطابور الخامس الذي يظهر الإسلام حتى تكون له إن شاء الله مصداقية في وسط المسلمين ولكن يضمر الكفر. وكتب وين تقرأ البقرة بالذات المؤمنين الكافرون من بعد المنافق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم آمنوا وإذا ثم هذا. وبعد ذلك عاد يجي الكافر خارج المجتمع المسلم الذي يقاتلك. إذا هذو خمسة يقفون لك في الطريق ويحاولون أن زيد نسلك بهذا. ولذلك قالوا العلماء
إن الملائكة لا تتعجب بهلاك الهالكين عند الموت، فما أكثر من يهلك عند الموت، وإنما تتعجب من ينجو عند الموت فيموت على الخير. يعني مع كل هؤلاء العدوان الذين لا يتركون لك فرصة ويحاولون تزيين الباطل لك ويعملون بالليل والنهار. واليوم أصبحت هذه المسألة بتاع مؤسسات تريد أن تفتن الأمة، ليس فقط بارتكاب المعاصي الصغيرة، ولكن الآن يطالبونك زين بأن لا تتدخل في اختيار ولدك للجنس. ففي أوروبا هنالك قانون، إذا دخل ولدك إلى المدرسة يؤتى بورقة ويقال له اختر جنسك لسكس. إذا كنت بتدرت ولد لا يحق لك أبدا أن تتدخل في اختيار ابنتك، وإذا كدولها عملية إن شاء الله تعالى بحق بالهرمونات الذكورية. شوف وين وصلنا احنا، شوف وين وصلنا احنا. لا اله الا الله. اذا فالمسألة مسألة المعصية اسمي هي من طبيعة البشر. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم زين خطاء، انما انا ماشي خاطئ، خطاء يعني تغلط دائما، وخير الخطائين زين. ليس العيب في ان تخطئ، فلو لم تذنبوا وتخطئوا لاذهبكم الله، ولجاء بأمة يذنبون ويخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لان الله سمى نفسه الغفور الرحيم اللطيف الكريم الحنان المنان. وما ذلك الا ليشملك بهذه المعاني الطيبة لاسماء الله اسماء الجمال. اذا هذه فهمنا، فهمنا ان شاء الله تعالى. الانسان خطاء، والاديان ديالو اللي بغاه باش يخطا بزاف. هذو جوج فكر، زوج تاع الفكرات. الانسان خطاء ماشي مشكل، والاديان اللي بغوك تغلط بزاف، ما باغينكش باش تخرج ان شاء الله تعمل الدنيا بسلامات، هذا الشيء بزاف. الان الان ان شاء الله تبارك وتعالى. هذه الذنوب التي يرتكبها الانسان هي على درجات. قال تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني أن هنالك كبائر وهنالك سيئات. وقال سيد ربي إذا أردت أن يغفر لك الله السيئات أي الصغائر، هنالك كبائر اسمها الكبائر، والسيئات أي التي تسوءك، صغائر صغائر. إذا أردت أن يكفر الله سيئاتك فما عليك إلا أن تجتنب الكبائر. معنى أن المؤمن مطلوب منه أن يجتنب الكبائر، لكن لا تنفك عنه الصغائر، لأن الصغائر قد لا يلتفت إليها. وإن الله من سعة رحمته بعبده إذا اجتنب الكبائر زين كفر الله عن الصغائر. والصغائر ماشي غير اجتناب الكبائر اللي تكفرها، بزاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كفارة للسيئات إذ اجتنبت الكبائر. يعني تكفي أنك تصلي ويغفر لك الله ما بين الصلاة والصلاة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على مغفرة الذنوب بالصلاة، قال لهم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر غمر جاري، نهر غمر يعني في المبزف جاري، يستحم ويغتسل فيه المسلم خمس مرات، أتراه يبقى من درنه من شيء؟ اللي يتحمم خمسة نتاع المرات في الحمام ولا في الواد واش غادي يبقى فيه الوسخ؟ قالوا: لا يا رسول الله، خمسة نتاع المرات. قال: كذلك الصلوات الخمس كفارة لما بينهم إن اجتنبت الكبائر. هي الصلوات، الصلوات كيقولوا تحترقون تحترقون من الصباح إلى الظهر، فإذا نودي لصلاة الظهر ووقفتم بين يدي الله تصلون، يؤتى بالماء لكي يطفئ نيران المعاصي التي ارتكبتها من الصبح إلى الظهر، وإذا خرجت من المسجد تحترقون، لأن ما تحس بالصغير، واحد تزعق معه وتدير غلط، واحد راك عارف شوفه ماشي مزيانه، همزه ماشي مزيانه، لمزه ماشي مزيانه، انت لا تلتفت الى ذلك، فتخرج من الظهر فتحترق. ما تحترقون اي ترتكبون الصغائر، تحترقون وتحترقون لكأنكم غافلين ولا تستشعرون حراره ونيران هذه المعصيه، لان الايمان يكون قليلا والغفله تحدث للمسلم. تحترقون، فاذا سمعت منادي العصر وذهبت لكي تحل على الله ضيفا لكي تناجيه في العصر، فان
المولى يغفر لك ما بين الظهر والعصر، فتحترقون عند خروجكم من العصر من المسجد، فتحترقون فتحترقون وفي الغفلة تقعون. إذا أذن لصلاة المغرب فتوجهت إلى رب العزة الكريم الحنان المنان الغفور الرحيم، فوقفت إن شاء الله ببيته وحللت عليه ضيفا، وحقا على المزور أن يكرم زائره، فكيف إذا كان المزور هو أرحم الراحمين؟ فيغفر الله لك ما بين العصر والمغرب، وهكذا بالصلوات الخمس كلها. إذا الصغير ما عندناش مشكل، إذا كنت غير تصلي ربي يغفر لك الصغائر، وإذا كنت غير تقلع الكبائر يغفر لك ربي الصغير. واسمو هي الكبائر الواقع؟ السؤال واسمو هي الكبائر؟ ما الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ واسمو الكبائر؟ الذنوب الكبيرة زعما اللي مشكلة، الذنوب الكبيرة كفر الصيام، كفر الصلاة، هذه كبيرة. مبرقات. الكبائر واسمو ما الواقع؟ قول الكبائر واسمو؟ شكون يعرف الكبائر اسمو؟ إذا شحال كاين كبيرة؟ فاكم كبيرة؟ فاكم حسبتهم ولا ما حسبتهم؟ المهم كاين مثلا الحديث نتاع اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات التي توبق صاحبها في النار، حديث صحيح. السبع الموبقات واسمو هي؟ الشرك والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل اموال اليتامى والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عن ابي بكرة قال: الا ادلكم على اكبر الكبائر، هذا اكبر الكبائر، الشرك اكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: الا وقول الزور، الا شهد الزور، الا وحتى يكرر حتى قلنا ليته سكت. الزور بحالها بحال الشرك كما قال سيدنا ربي سبحانه عز وجل، فاجتنبوا الرس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. الرس من الاوثان والزور بحال بحال، لأن تعبد الأوثان هذا زور، هذا أكبر تزوير، لأن بدل ما تعبد الله اللي خلقك تعبد الأوثان، كذلك هذا تزوير عودك مع البشر، تزور الحق، تزور والعياذ بالله الشهادة حتى تنسب الحق لغير أهله، فتحرم صاحب الحق من حقه، زين، وتحرم صاحب وتعطي الحق لغير أهله. من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. زيد واسمو هما الكبائر الأخرين؟ كاع اللي فيهم اللعن، لعن الله من غيرت أخوهم الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله تعالى في الخمر عشرة، لعن الله تبارك وتعالى الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، بابا بابا بابا. اللعن واسمه هو؟ هو الطرد من رحمة الله. إذا فهذه كبيرة، كسب اللعن. عاودك من ينسب لا يدخل الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، زيد، عاق الوالدين ومدمن الخمر والديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في إليه، أن يرضى لزوجته أن تخرج شبه عارية، أو يرضى لابنته الخبث والعياذ بالله، هذا لا يدخل الجنة. عاودك لا، ثلاثة لا ينظر الله به، لا ينظر الله إليهم ولهم عذاب أليم. شكون هما؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذا كي تشوفوا شي معاني، شي معاني بحال تاع اللعن، بحال ما يدخلش الجنة، بحال ما يشوفش فيها ربي، بحال هادو كبائر، مين تحسبهم شحال تصيب؟ شحال تصيب؟ تصيب عدد كبير جدا. من تربط عليه الحد مثلا السرقة، الزينة، نافذ يستر، هذو ترتب عليه الحد. إذا هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى كبائر كثيرة. الآن إن شاء الله تعالى كي دير ان شاء الله تبارك وتعالى، ان تجتنبوا كبائر ما تنهى نكفر عنكم سيئاتكم. هل يمكن مثلا ان تتحول الكبيره الى صغيره والصغيره الى كبيره؟ يمكن ولا ما يمكنش؟ هذه الايه اللي جبناها، يا نساء النبي من ياتي من كن بفاحشه مبينه، ما عندهاش غير الاثم ديال الفاحشه فعلا، يضاعف لها العذاب ضعف. إذا فدلت الآية زيد على أن الصغيرة يمكن أن تتحول إلى كبيرة، والكبيرة تتحول إلى صغيرة. نعطيها لكم في الساعة بسرعة، واحد المجموعة نتاع القواعد تحفظوهم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. كري كنت ندير هذا الدروس كري بداية سعيدة في المسجد. أولا تتحول الصغيرة اللي يغفرها الله تعالى غير الصلاة وذاك الشيء إلى كبيرة، متى؟ متى؟ أولا الإسراء. قال العلماء
لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستخفاف. يعني صغيرة وأنت تصر عليها، ديرها اليوم وغدا، اليوم وغدا، ما عليها، اليوم وغدا، اليوم وغدا، اليوم وغدا، فتهلكك. إياكم ومحقرات الذنوب، قال تجتمع عليك الصغائر فتهلكك. واحد الخيس النبي صلى الله عليه وسلم بغى يشرح لهم مسائل عملية. كانوا في واحد الغزوة ومنين جلسوا قال لهم إن شاء الله تبارك وتعالى كل واحد يجي معه عود. اللي جابوا العود شحال؟ 3000 واحد شحال؟ 3000 عود واش مولات؟ قال لهم هذا مثل الصغيرة التي تصر عليها، فإذا اجتمعت عليك زيد ستحرقك، لأن هذا الذي جمعتم جبتوا غير عود وعود، ولكن غادي هذا هو اللي نطيبوا عليه، غادي نطيبوا عليه الجمال ونطيبوا عليه الماكلة، وأنت غير عود عود. معظم النار من مستصغر الشرار. معظم النار باش. إذا فلا تحقرن من المعروف الشيء، ولا تستصغر الذنب. وانا نقول ولا تصر على الذنب، هذه الاولى الاصراع حسن جدا سيبو زيان. الثانيه واسمه هو زيد الاستصغاء، يعني الاصرار نتاع يحول الصغيره الى كبير. زيد الثانيه واسمه هو اللي غير نقولها ان شاء الله تعالى. الاستصغار، ان تستصغرها تقول هذه غير صغيره. يقول العلماء لا تنظر الى صغر المعصيه وانظر الى عظمه من تعصاه. إذا تقول هذه غير صغير، هذه غير زيتونة كليتها الآخر، هذه غير درت كده، هذه غير 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 لا تنظر إلى صغرها، ولكن انظر إلى العظيم الذي تعصاه، فأنت تتجرأ على العظيم، وبعد ذلك تقول يا مكان يا ودر هذا ملك الملوك. ولذلك قال العلماء، اسمع اسمع قال العلماء المؤمن يرى الذنب كأنه واقف على أصل جبل، والجبل يوشك أن يقع عليه. يقطع عليه الجبل وما يعصيش ربي. ها؟ واما المنافق يرى الذنب الكبير كذبابه وقعت على انفه فهشها هكذا. كش كش. انا عندهم فضحه كيطيح. ذاك اللي ما عندوش الايمان واش يقول؟ اكي والو هذه. يستصغر. واش ما درت كاع؟ ما صليتش الصباح. واش ما درت؟ وما صليتش الصباح وبديت نهارك بدون صلاه الصبح. الا تعرف ان الشيطان قد بال في اذنيك؟ فان رجلا كان يصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فجاء من يقول له يا رسول الله فلان لا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، يعني صار خلقا له. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أصبحت أذنيه هي مرحاض يحملهما لكي يتبول فيه. يعني أنت يعجبك هذا الشيء؟ أتبدأ يومك بكبيرة؟ بكبيرة؟ شحال غادي تعيش انت حتى دفك 70 طن 70 طن 70 طن ديال التراب وتقول ردني نصلي في الصباح الصباح يا بنادم واش بغاك دير اصاحبي ما وياك برا مش مطلوب منا شي حاجه بزاف ياك الصلاه هي اول ما يحاسب عليه العباد هذا غير مثال هذا اذا فقال العلماء لا صغيرة مع الإصرار زيد ولا كبيرة مع الاستغفار والثاني عاود لك ثانيا استصغار الذنب يعظم لماذا؟ لأن استصغار الذنب فيه واسمه فيه استصغار استغفر الله فيه عدم تقدير الله حق قدره. أنت لو كان واحد السيد إن شاء الله تعالى عنده النعمة عليك ما تقدرش تدير له حتى شي حاجة صغيرة ملي تجي توقف هاك وكيهضر معاك دير هاك وكتمشي ليه تحضر ليه يشوفك لأن علاش؟ لأنه دير فيك الخير بزاف وكذا وأنت سيدي ربي سبحانه اللي خلقك وتقول له كي والو هذه كي والو هذه الثانية. إذن هذه الثانية عقله الأولى واسمه هي زيد إصرار الثانية واسمه هي الاستصغار والثالثة واسمه هي إن شاء الله تبارك وتعالى يلا باش كان في مكان القدوة ها مازال مشيت لها أنت ديريكت أنا غير جبت بغيت خيرها مازال نزيدوا شوية نزيدوا شوية غير في الذنب غير في الذنب زيد أن تذنب الذنب الصغير زيد أنت وأنت مرتاح وفرح بحال ما تحسش كاع باللي عصيت ربي يعني ملي درتها غير صغيره ما كان مشكل ولكن ما اسمه من عصى الله وهو يضحك دخل النار وهو يبكي فعظم الذنب الصغير لانك فرحت به وكان اللي يديره هو يضحك ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. سريع سريع صلى الله يزيد عندي فرح. الرابعة زيد هاتك يدير الصغيرة زيد 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 شنو يدير؟ يدير الصغيرة إن شاء الله تبارك وتعالى زيد ويجاهرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. تعرف مش كل المجاهر ما بتعرفش يبيت يعصي الله والله يستره ويصبح في الصباح فيحدث بما وقع به من معصية في الليل. يبقى يقول تعرفوا الليلة كي دايرة واشهدوا كيسان ضربناهم واشهدوا كذا واشهدوا كذا واشهدوا يعني يمشي يفتخر يفتخر يفضح راسه. في الاول منين دارها غير بينه وبين ربي؟ كان بينه وربي كان مستور. ومن ستره الله في الدنيا يتم عليه الستر في الاخره. انت الان لا رب في السماء تستحي منه ولا مخلوق في الارض تستحي منه. واذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ما ادرك عليه النبي الانبياء من قبل. ان مما ادرك الناس من كلام النبوءه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما تحشمش انت واخا سيدي ربي درتها بيني وبينك واخ ليمان ضعيف ونولي ندير حتى قدام الغاشي ها راك غادي تدير غادي هذا كيسميو اسمه كيسم المجاهرة. هذا المجاهر عنده شي حرمة ولا ما عندوش حرمة؟ من يقولوا مثلا كي تهضر واحد السيد في الغياب نتاعو بما يكره غيبة وفوقاش ما تكونش غيبة فوقاش ما تكونش غيبة منين السيد يفضح روحه واش السيد يتمشى ويشرب الخمر والناس تشوف الا قلت لهم السيد راه يشرب الخمر غتبتوا ولا ما غتبتوش؟ لا هو راه بذاته فضح راسه. قال عليه الصلاه اذكروا الفاسق بفسقه ليحذر منه الناس. هذا قال لك اذكروا بالفسق نتاعه لانه ما يحشم لا بالربي ولا بالمخلوقات. هذا الجهه المجاهره زيد تعظم الذنب وخدرته صغير وسترته بينك وبين سيد ربي فخرجت لكي تقوله للناس غير تقوله للناس فقد ارتفع الى درجة الكبيرة. الخامس ماشي تجاهر واسمه وربي زيد 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 ربي ربي بكري كانت المجاهرة تقولوا للناس الان ديروا فاش في الانترنت بن عمي بن عمي بناتنا في التيك توك واو 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 عاريات بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وبنت فلان. واحد الصديق ديالي مشينا للدار البيضاء بصح ما لا معليش 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 يعني مسائل مسائل لا حول ولا قوة الا بالله يعني الفضائح 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 واش تاكل شو الروتيني كي داير الروتيني اليوم واش تعرفوا الروتيني تسمعوا الروتيني ولا ما تسمعوش؟ واش تسمعوا ولا ما تسمعوش؟ كاينش واحد اللي ما يعرفش الروتيني؟ يا لا ما تعرفش تعرف اللي ماركوش عايشين في هذا العالم. الروتيني اليومي هو انها كدير المراه مثلا توري الدار نتاعها وانها ان شاء الله اليوم نتاعها عندها البرنامج تنكس وتدير كذا وتدير القهوه وتدير كذا ولكن ليس المقصود هذا ولكن المقصود هو والعياذ بالله ذلك اللباس الذي ضار به ورجلها راضي بذاك الشيء وباغيين غير يدخلوا الفلوس ولا حول ولا قوه. المجاهره تزيد على اوسع نطاق. كل ما المجاهره زيد كانت واسعه كل ما عظم الذنب. بكري كان غير بينه وبين سيد ربي ويقولها لصاحبه. اليوم اسمه ديرها هنا زيد واذا بالعالم يتفرج. ربي وماشي هكذا وتموت وتبقى هذه معناها انها السيئه الجاريه التي لا تنتهي. لأن أثرها يبقى عياذا بالله بعد موتها، لأن عندنا الحسنات الجارية إلى مت يبقى الأجر ديالها يجرى عليك بعد موتك. خليت القرآن، خليت الدروس، خليت علم، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وكذلك من مات وترك عياذا بالله سيئات جارية، معناها ما ماتتش. حتى قال العلماء: رحم الله من مات ودفن فدفنت معه ذنوبه. الناس تحمد كل الذنب ديالها. بنوب سيد ربي. يقول والله لا نعلم عليه الا خيرا. هو كان يدير ولكن كان يستر. هو كان يستر.
اللي صاب الله وغيرهم قال لك من ابتلي بهذه القذورات فليستتر. هذا سيد النبي، من ابتلي بهذه القذورات يا رب تعبلك ربي ماشي استر راسك يا صاحبي، استر راسك ربي يسترك. فما ستر الله عبدا في الدنيا لذنب اذنبه الا اتم عليه الستر يوم القيامه. سبحان الله سبحان الله. هذه خمسه ان شاء الله تبارك وتعالى. السادسه واسمه هي واسمه هي واسمه زيد هو من يدعو اليها. اوه ربي 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 يفتخر بها ويجاهر بها ويدعو الناس اليها. هذا الطريق، هذا التقدم، هذه الحداثه. اتكلم لي انت على الظلاميه، هذاك الشيء ذاك الزمان فات، هذاك اللي راك تتكلم انت. شوف اخويا تبارك الله، الله اكبر. فيصبح من دعاة على ابواب جهنم الذين ذكرهم الرسول في حديث حذيفه بن اليمان، قال عليه الصلاه والسلام بعد ان سئل هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم الى دعواتهم قذفوه في النار. قال صفهم لنا يا رسول، من يكون؟ قال هم ابناء جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. يزينون للناس الباطل، يقول له ويدعي، يقول لي داعيا نتاع النار، كما قال سيدنا ربي يدعون الى النار. شو الجنه عندها دعاة والنار عندها دعاة، يعني ينتقل ماشي، ينتقل من العاصي لمن؟ الى داعيه للنار. وربي ربي يولي الداعيه من دعاة النار. وربي ربي 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 ما بقاش القضيه معصيه، الان ولا واسمه؟ داعيه لمن؟ جهنم. يا رب شوف شوف فين وصلت. داعية إلى جهنم، داعية إلى الدخول. يقولوا زيد حبيبي اتقدم تسخن، اتقدم لجهنم أحبيبي، زيد أحبيبي. والآخر غادي معاه. وإذا كيوت القيامة سيدي ربي اش كيقول؟ ويوم يعض الظالم على يديه أبزوج بدنا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. لا اله الا الله، ما احلى كلام ربي. ثم يندم يقول يا ربي ما كنت مش يشكو اللي تبعت. يا ربي يا رب ها ما ينفعش والله، الله لا ينفع والله لا ينفع والله. وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا وأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. احتلتما 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 عاد تظلم اللعن. أنا كنت تابعهم وفرحان بهم وغادي معاهم، وثم عاد تقول لعنهم. يا كنت تابعهم وكنت طايعهم وكنت. إذا هذه واسمها هذه، هذه واسمها هذه، تولي الداعية على أبواب الجنة. ها نجيو ان شاء الله للآية. أيضا الصغيرة تكون تصير كبيرة حينما يتعلق الأمر زين بالزمان والمكان والحال والإنسان. أربعة. أنا بدي بالزمان. بدي. من تقرب في رمضان بخصلة من خير كأنما تقرب زين بفريضة، ومن تقرب بفريضة في رمضان بحال يتقرب 70 فريضة في غيره، إلا صلى الظهر في رمضان بحال صلى 70 ظهر في الآخر. وايضا اذا عصى الله في رمضان بحال كذب في رمضان، مش بحال كذب الاخر، هضر في الاسبوع 70 مره تصبح مع الزمان اللي عظم الله الحرمه نتاع بحال رمضان، بحال ذو الحجه، بحال الايام شهر الحرم، بحال يعني كاين شي زمان لله تبارك وتعالى زيد عظم فيه زيد الاجر للحسنه، في نفس الوقت تعظم والعياذ بالله السيئة. نهار الجمعة وش بحال الأيام الأخرين، الجمعة واش بحال الأخرين، إلا قال لك غير توضيت واغتسلت وبكرت ودرت الريحة ومشيت للجامع ومشيت بكري، قال لك مع كل خطوة تخطوها للجامع يعطيك العبادة ديال العام، صيام أيامها وقيام لياليها. أو يا ربي 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 يا ربي. إذا تخيل أنت تخلي الجمعة، من ترك ثلاث جمع متعمدا طبع الله على قلبه فلا يفقه أبدا. يقول لك أنا راه خدام أنا، إيوا أنت راك في بلاد مسلم أصاحبي. سيدي ربي قال كلا لا تطيعه واسجد واقترب، أتطيع عبدا في ترك أوامر الله وهو الذي خلقك وهو الذي يجزيك وهو الذي يرزقك؟ إيش هالشيء هذا؟
كتشوف الناس سيدي في بعض الاحياء، بعض الاحياء عندنا نهار الجمعه يديروا السوق، نهار الجمعه يديروا السوق، هو يوذن لي يقولوا حي على الصلاه، حرام في ذاك الوقت تخدم، دوروا تدخلوا حرام، حتى اذا عقدت على زوجتك في الاذان الاخر العقد باطل، وانت يا دخل الحرام الاخر. اذا ندير الصلاه فسحوا يا ذكري الله، صافي ما بقاش الجمعه انت دير هكذا. الله اكبر، هذا على الزمان. المعصيه في الجمعه، المعصيه في رمضان، المعصيه في الايام البيض، المعصيه في في, في, في الاشهر الحرم، المعصيه بعد تعظم. هذا في الزمان نوليو للمكان، تعظم ايضا زيد الصغيره تولي كبيره في المكان. قال تعالى: من يرد فيه زيد بالحاد بظلم نذقه من. شوف احنا عندنا من هم بالسيئه فليفعلها واسمه كتبت له حسنه، الا في بيت الله الحرام اللي غنوه يدير معصيه يذقه الله عذابا عظيما. مازال ما دار والو، لان القضيه قضيه بيت الله الحرام الذي وجب على المسلم اذا دخل ان يعظم بيت الله الحرام، وانت تدخل له تضرب الكيف. شفتوا حدا بيت الله الحرام يديروا الشمه يهضر في الناس بيت الله، ربي نقولوا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، جاوا حتى لهنا جاوا حتى البيت تاع سيدي ربي، ويا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، يدقوا ويسبوا الدين فما، ويا ربي يا ربي يا ربي، مغير راسك. لا حول ولا قوة الا بالله، رأيت بالعجب، لا حول ولا قوة الا بالله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني غير يرد، مازال ما داروا نذقه، مازال. احنا عندنا خارج بيت الله الحرام الى نويت دير السيئه وما درتهاش يعطيك ربي حسنه لانك ما درتهاش، لكن تما اذا اردت فقط جرى في قلبك زيد هاجس فعل الشر حتى ولو لم تفعله، فقط لان هاجس الشر انقدح في قلبك فان الله تعالى يعذب. قبل الله تعالى قول لسيدي ربي عارف فين راك تكون بيت الله الحرام. وكذلك في المساجد، واش انت قلت فين تخون وتسرق تمشي للجامع؟ واحد شرى سبردينه جديده مشاو داوها له، ما كنتش ولا ملك ولا واحد قال لك انا هاد الجوامع اللي سرقوا فيهم والله لا صليتها تاع الصلاه، انت جيت تمر نصك لانك يكون عنده مثلا واحد الفكره ان الجامع الا دخلت له ما غاديش كاش اللي يسرق. جاو شي وحدين من ذوك الدول الاسيويه ويا الجوامع تاعنا وصابوا دائما ضع حذاءك امامك، شنو يقولها؟ الجوامع فيها ضع حذاءك امامك، رواح تصلي وحضي 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 كيما قال لك واحد السيد في الجامعه يدير الدرس. المهم كانوا عطاو واحد البركه دايرها هنا. المهم بقى يدير يتكلم على التقوى، التقوى دارها هكذا ما كاينش الفلوس. قال التقوى ها هنا، لا التقوى هنا ما كاينش. قلت ما التقوى ها هنا ما كاينش. مشاب التقوى الحديث تاع التقوى مشاب الفلوس مشاو التقوى ما كاش. قال لهم واحد والله واحد الاخر جهه التقوى راها هنا هضونا. يعني الامام خونه. قال لك واحد القس الامام دار لهم الدرس في الجامع كل شيء يبكي ولكن داولو البلغه. قال لهم عباد الله كل شيء بكيتو والبلغه ديتوها ردوا لي بلغتي معكم. اش تا هو يبكي يا استاذ؟ راه بكى واسمع هذه تاع الجوامع وتاع. اذا ها هو في الامكنه ايضا تعظم يعظم الذنب الصغيره تولي كبيره. الان الحال 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 الانسان غني زيد زيد الغني زيد واسمو وبخيل غني وبخيل غني. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ابغضوا البخلاء وابغضوا الاغنياء البخلاء اشد اشد. زيد فقير ومتكبر، فقير ومتكبر، يعني ما عندوش وبقى عاد هنا يا ودي روح الاخوه على الاخوه مالي، يعني فقير ما عندوش كاع على شيء ومع ذلك يتكبر. يقول لك وابغض واسمه الكبر والتكبر وبغضي للفقير المختال المتكبر اشد اشد. انت ما تجيش عليك، انت ما تجيش عليك، ها ما جيش عليك. وعاود قال لك انا نبغض واسمه نبغض المعصيه وبغضي لمن للشيخ العاصي اشد. انت غادي تموت وجالس حد احد الجامع
وهو يقول الله اكبر تقول له جلو جلو كي لعب ضمع الجامع والناس دخلت تصلي وما يصليش هو شايب تحيته يستحي الله منه ماذا فرق هذا قال من بس ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكون لهم عذاب منهم شيخ زان شيخ هو زان يموت بين فخذي زانية هو شيبان فجد حتى ولاده حشموا باش يستقبلوا العزاي اش هذا حالك انت ماشي هذا هو الحال تاعك اش هذا اذا فتزدادوا المعصية مع حال مع الحال وايضا كملوا بها الآية وتعظم المعصية كلما صدرت من القدوة ويعظم الأجر إذا كان قدوة قدوة المعصية إذا دارها الإنسان عادي معصية فإذا فعلها العالم فتتحول إلى كبيرة علاش؟ لأنه نزل في الناس منزلة القدوة والناس تشوف فيه وتقتدي به فيتحمل وزره ووزر من يقتدي به ممن يرى فيه القدوة أقول شو باش بدا الآية تقرا اسمه بقى لقد كان لك شو باش لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان بدا بهذه وكمل بهذا بدا في سورة العزب بهذه وكمل بهذا الإنسان كيكون أسوة وقدوة يقتدي به الناس عليه أن يحتاط لدينه فلا ينبغي أن يرى منه إلا الطاعة إذا كان خبراته نفسه وبغاته باش يعصي الله يمشي يدس 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 ماشي يقول لك راه دير هذا المعصية دس لا لا شي مخطرات شي مخطرات يستسلم الشيطان يكون في لحظة ضعف يكون ذيك الوقيتة يخسو أنس بن مالك رضي صاحب رسول الله أتوخر على الصلاة تاع الجمعة واحد قال لي منين جبت هذه ومنين أنس بن مالك وقع له هذا إيوا كده تعرفته أنت يا بنادم هذا راه حديث راه يولي حديث في التالي راه يولي يتعلموا به الناس أنس بن مالك تأخر عن الجمعة فلما ذهب للجمعة قبل أن يصل إلى المسجد رأى الناس قد خرجوا وانتهى الخطيب من خطبتي ومن صلاتي اش دار دس ولا باش ما يشوفش علاش باش ما يشوف علاش لانهم لو علموا ان انسا صاحب رسول الله وخادمه تاخر عن صلاه الجمعه يعني مسكين اش غادي يقولوا اش ما يقول سيستعظم يقول صاحب رسول الله ولا صاحب ولكن دس هرب شو الفقه لطيف انا 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 وربي ربي 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 واش انت امام وما تجيش تصلي بالناس الفجر دائما يجيو الناس هذا فين راه الامام شكون يصلي بينا والامام مش خر واش يقولوا الناس يقولوا الفقير تاعنا وما يصليش الفجر نصلي انا والله لا صليته ها هو يدي الاثم نتاعو وانت هذوك اللي قال لهم شخروا مع رسالكم راه داخل مع ابليس في مشروع تنويم الناس لان ابليس منين يجي ناس الواحد كيقول له يعقد عليه ثلاث عقد يقول له عليك بليل طويل هنا عليك بليل طويل هنا وعليك بليل طويل هنا ناس يقول له انت عندي عز من ولدي ارقد ارقد راك تنوض يضربك البلدي ويقيسك يا خويا بوزلوم يا ولدي نعس مع راسك انا راك انت عزيز عليا من ولدي هذه كيقولوا هذوك الناس تاع برا زعما يعلموا الناس بهذا الكلام الورع ها وسيد النبي كيقول لك يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثا يقول عليك بليل طويل فإذا سمع المؤذن ثم قام حلت عقدة فإذا توضأ حلت العقدة الثانية وإذا ذهب لتأدية صلاة الصبح حلت العقدة الثالثة فأصبح نشيطا 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 ومشغل أما إذا لم يستجب قام حين يقوم كسلان خبيث النفس قد بدأ يومه بترك صلاة الصبح اش من حياة نتاعك منين تبدلين انت النهار بلا صلاة هاو يا ابن عمي كي غادي دير ما تلقى لك لا بركة لا في ولادك لا في وقتك لا والو اقسم بالله لا في تجارتك يا اللي ما يصلح الجيران يا البركة ما تكون عندك ما عاش النهار الصباح يا صاحبي من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله اذا العلماء وهذا العباد وهذا الزهاد وهذا الذين ينزلون في الناس منزلة القدوة إذا فعلوا الخير
واقتدى بهم الناس لهم أجرهم مرتين. كيف قصدي؟ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين. غير ماشي مرة ديالها وديال الاقتداء. وكيقول لهم في الأول يا نساء النبيات من كنا بفاحشة معصية كلمة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ضعفين، لأنكم نزلتم في نساء المسلمين القدوة. وانت يا المسلم، انت يا المسلم إذا كنت في القدوة كيقول سيدي ربي وليحملن أثقالا مع أثقال، يحمل الأثقال ديالهم والأثقال الذين زيد اقتدوا به، ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال. سمعت؟ إذا هذا القدوة. فيعظم الذنب إذا كان صدر من القدوة. هذه مجموعة بإذن الله تعالى من الأمور التي تحول الصغيرة إلى كبيرة. وعلى كل حال في الآخر واسمه خصنا نديروا إن شاء الله تعالى في الآخر واسمه نتوبوا لله تعالى. كل شيء هذا الناس يتوب لسيدي ربي ويستغفر مولانا وربي غفور رحيم. لو كانت تعمر الأرض والسماء والذنوب وتأتي الله تعالى نادما مستعتبا مستغفرا موحدا غير مشرك غفر الله لك على ما كان منك ولا يبالي، فالله رحمته أوسع من ذنوب الخلق سبحانه عز وجل. فقد قتل رجل 100 نفس ولم يفعل خيرا قط فقط لأنه خرج من القرية الصالحة ألوى في اتجاه القرية الطالحة ألوى، فمات قبل أن يصلهم فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكم الله فيهم ملك في صورة رجل فقال قيسوا المسافة التي تفصد الجسد عن القريتين فإلى أي القريتين كان أقرب حشر معها. ولمن كان قريب المزيانيوس كان الصالح ولا الفاسدين؟ ها كان واش كان قريب الصالح ولا الفاسدين؟ كان قريبا من الفاسدين، يعني لو كان غادي تجي الوزن اللي غادي يوزن صافي يمشي لجهنم. فقال الله غير معالم الارض، فقال الله للقرية الفاسدة تزحزحي وابتعدي عن عبدي فقد جاءني تائبا، وقال للارض الصالحة تزحزحي واقتربي من عبدي. غير معالم الارض من اجل عبد ذهب اليه مستعتبا تائبا. إيه فلما قاس وجده قريبا من القريه الصالحه قالوا إيه شي حاجه، فحيز الى اهل الرضوان والرحمات والنجاه في واسع الجنات ايوه بجوار المرضيين من الاولياء. هكذا صلى الله وسلم على حبيبنا محمد. لو كان يعاود لي واحد فوقاش تولي الصغيره كبيره يقدر يعاود لي ان شاء الله شي واحد باش تبقاو تقولوها للناس، كاين شي واحد يقولها لي ان شاء الله. زيد السي بوزيد متى تصير الصغيره كبيره؟ مزيان نشاركوا كل واحد. زيد 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 السي بوزيد زيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى الله يجازيك بخير. المساله الاولى قضيه الاسراء، الاسراء الثانيه الاستصغار، والثالثة المجاهرة بالذات والدعوة إلى الخامسة. مزيان ما بقي والو درك الخامسة إن شاء الله تبارك وتعالى الفرح بها الفرح بها الفرح بها راك دخلت في الجاه. السادسة إن شاء الله تبارك وتعالى تعظم في الحال والمكان والزمان والإنسان، تعظم في المكان وتعظم في الزمان وتعظم في الحال وفي القدوة. هذه إن شاء الله باختصار يقدر الإنسان يقولها للناس بإذن الله ويبلغها، فهي بسيطة جدا. المسألة ديال القدوة لعله الإمام البخاري نعم. كان في سفر نعم. بخيرة نعم. كان كيتحدث مع أحد الناس عبد البخيرة يطول السفر نعم. عبد الله نعيط منكم لكم يا ولدي، فكان يتحدث معه حديث ثنائي فأخبره الإمام البخاري أن لديه مبلغا من المال نعم بزاف. هذاك الخينا حتى البخاري بس واحد شويه بقى كيضرب في راسه ويبكي، قال له ودي راه تصرفت لي 10000 دينار. ايوا بقاو كيقلبوا قلبوا ما لقاوش. الامام البخاري شاط على نفسه في قضيه القدوه اش دار؟ رمى بالكيس في البحر. عنده عند واد لان راه كان كيهضر مع هذاك الشخص، قال له دير
حديث ثنائي انه يتكلمون. المهم اخبره بان الذي عصمت 1000 دينار كان مبلغ كبير. او يا هذاك عفريت قال له موفي راه سرقت لي 10000. لا حول ولا قوه الا بالله. ولانه قدوه رميها في البحر. المهم جاو الناس بقاو كيقلبوا كيبحثوا قلب هذا قلب هذا ما لقاوش. هذاك قال ما يمكنش. هو كيقول لي عندي 10000 دينار ما عنديش. المهم حتى نهار اخر ولا قال له استحلفوك بالله كيفاش 10000. قال له انا محط القدوه وراني نقلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لقوها راه ديالي غادي يلقوها عندي وغادي نسق. والله غادي يحتاطوا حتى هذاك الامر الى ان ترقي ب 10000 دينار مبلغ كبير وكبير جدا محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه محط. الله اكبر. الله يجزاك. مؤخرا واحد المرأة يعني من حافظة كتاب الله عز وجل نعم حضرت عرسا نعم جاو دوك المخنتين ديال الشباب يضربوا الطبل والغطاء وكذا فانزاوت. قالوا لها نسى زيد دخلي. قلت لهم انا صدري القران. القران انا صدري القران. قلت لهم حتى دخلوا وسكتوا وحطوا العشاء عاد دخلت. الله اكبر. جزاك الله. تعشى وقالت للزوج ديالها هيا تمشيو. سبحانك ربي. سبحانك رب. قلت لها عندي مساله ديال القدوه. قالت لهم انا صدري القران انتم النساء عاديه كيما لكم اثم ديال هذا الخبر ديال هذا. الله يجازيك بخير. الله يجزيك بخير. ايوا سيدي السلام. نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.